متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسي سيتي. اليوم غادي نفتحوا واحد الملف تاع الودادية السكنية على الصعيد جهة الدار البيضاء سطات وعلى الصعيد الوطني. البعض المنخرطين تنخرطوا في هذه الودادية السكنية باش يحصلوا على واحد شقة ولا بقعة أرضية بثمن اللي هو منخفض، ولكن في الأخير تلقى البعض منهم يعني نفسه يعني مضطر باش ياخذ وقفات احتجاجية. علاش الودادية السكنية أو بعض الودادية السكنية ما تنجحش في المسعى ديالها، وعلاش يعني هاد المنخرطين تضطروا يديروا وقفات احتجاجيه؟ من اجل مناقشه هذه القضايا وقضايا اخرى نستضيف السي محمد فهمي، رئيس جمعيه الولاء لمنخرطي مشروع بيرلا اندلسيه بمنصوريه في جهه الدار البيضاء سطات. السي فهمي، عاده ان المنصوريه ولا دائما تتعرف هذه المشاكل تاع الوداديه السكنيه، علاش المنصوريه بالضبط وماشي منطقه اخرى من غير المنصوريه؟ علما ان سبع المناطق اخرى كاينه، ولكن المنصوريه دائما تتفجر في بحال هذه المواضيع هذه. المنصوريه لحقاش كاين الوعاء العقاري متوفر، وكما كتعرف بان الوداديه عندها عده تسهيلات من طرف الدوله. بحال شنو التسهيلات هذه؟ الضرائب بزاف، وفي التسجيل والتحفيظ راه القانون ديال اللي كيعطي الحق للوداديات كيسجلوا غير 1%، ماشي بحال المنعش العقاري. وسميتو والمفهوم الوداديه هو الناس كتمشي للوداديه باش لانه كتلمس ان كاين اثمنه في المتناول. دابا انت كتشوف شكون هاد الفئه اللي كتمشي؟ الطبقه المتوسطه، هما اللي كيمشيو هما اللي كيمشيو يبغيو يقتنوا سكن في المنصوره. انا كان موظف عادي غنمشي نخرط في الوداديه، تنبحث على الحلول اللي هي سهله، تنقى راسي تنعاني مشاكل، تنولي ندير وقفات احتجاجيه، اعتصامات، اضرابات. علاش شنو فين كاين المشكل بالضبط؟ لحقاش المنخرطين كانوا كيجهلوا عده ممارسات اللي كيمارسوا بعض مكاتب ديال الوداديات. لو انه المنخرطين عندهم سابقه شافوا بعض الوداديات في مشاكل وداك الشيء ما غاديش يمشيو ليها، ولكن الناس نظرا للضعف المادي اللي هما عندهم وما يمكن شيء انهم يشيروا سكن واجد كيلتجئوا الوداديه، لان الوداديه معروف الهدف منها هو التضامن والتكافل ما بين المنخرطين باش يحصلوا على واحد السكن في المتناول. الا انه المكاتب ديال الوداد بعض الوداديات ما كيلتزموش بداك الدفتر التحملات وباك عقد انخراط، فوقاش غادي يسلموا ليهم والمواصفات ديال الشقه. هذا الشيء كله بعض المكاتب ديال الوداد ما يلتزموش بهم. ونعطيك على سبيل المثال الوداديه السكنيه بالمسيك خلقت عده مشاريع وتا مشروع مكمل، وكل شيء راجع لهم داك الشيء عنده علاقه بالسير ديالهم هما، لانه مشاو في شي اتجاه اللي ما كانش خصهم يمشوا فيه. بعض المنخرطين واخا تيسمعوا هاد المشاكل تاع المشاكل تاع الوداديات وكذا، ولكن رغم ان هاد الشيء كله تلقاه مشى عاوتاني منخرط في واحد الوداديه وعاوتاني وقع في نفس المشاكل اللي وقعوا فيها الناس، واش ما تيستافدوش هاد الناس ولا شنو هما؟ هاد الناس اللي كيمشوا للوداديات، انا قلت لك هاد المشكل ديال الوداديات ما كانش مطروح من قبل. الا في هاد 10 سنين الاخرى تكونت وداديات كثر. وانا غنعطيك غير مثال، مشاو هاد الوداديات السكنيه راه عندهم فيدراليه ديالهم، ومشاو داروا زياره للوزير الاول السابق رئيس الحكومه السابق سي العثماني، واستقبلهم وخرجوا بصوره كيتباهوا بها. لهذا اللي خاص يحسن في هذا الشيء راه هي السلطات، طبق القانون. وكيفاش تدخل السلطات تطبق؟ السلطات غادي تعيط للطرفين، المكتب ديال الوداديه والممثلين ديال المنخرطين، وتشوف العقد ديال الانخراط اشنو كاين وذاك دفتر التحملات وغتحسن بيناتهم. حنا اش من ربحنا عندنا باش غنمشيو للقضاء ويمشيو هذوك المكتب ديال الوداديه يمشي للحبس، المكاتب ديال الوداديات يمشيو للحبس ويبقاو المنخرطين معلقين؟ لا، هنا تقصير ديال السلطات تعيط للطرفين وتقول للسلطة ولات الحوار وتشوف اقل خساره اقل ضرر يمشوا معاه. علاش من ربحنا عندنا حنايا المكاتب ديال الوداديات يمشوا للحبس ويبقاو المنخرطين معلقين؟ هذاك السكن ديالو اللي هو كان كيطمح ليه باش يوصل ليه
ما وصلش. البعض يقول بان البعض يقول بان عند رخصه تخلي نصو هذا المثل المغربي تيتقال هو اللي تنطبق على القضيه تاع الخيرات في وداد السكن. انت واش تتفق مع هذا الراي هذا؟ انا سميتو انا لو كان القانون كيطبق ما غاديش يكون هذا المثال صحيح. خاص السلطات خاصهم تحمل مسؤوليتهم. ايوا دابا هذا المنخرط المنخرط ديال الوداديه ما استطاعش يمشي يشري سكن جاهز. راه حنا كنعرفوا الاثمنه اللي كاينه في البلاد. اييه هذا الشيء اللي كيخليه انه كيشوف اصدقاء ديالو ولا العائله مشاو لشي وداديات وخداو مثلا هذه دابا بيره اندلسيه الدار 36 مليون. خاصك تمشي ليها وتشوفها بواحد الشطر وجد. يعني كاين ما يغري. اه كاين ما يغري. اللجنه اللي بغات تعطي ذاك البيرمي دابيتي للشطر الاول في بيره اندلسيه جات وشافت ذاك الشيء وعجبها الحال. غير من برا غير التصميم الخارجي وما عارفاش هي كيفاش داك الشيء واش تبنى مزيان وداك الشيء. هذا الشيء اللي هذه من المغريات اللي كتخلي المنخرطين يمشيو ينخرطوا في الوداديات. ولكن انا عاوتاني نرجع ونقولها اللي خاصو يضرب بيد من حديد راه هي السلطات. حنا ما كنقولوش السلطات سيري حيدي المكاتب الوداديات واعطي للمنخرطين. لا لكل ذي حق حقه. شنو اهم المشاكل اللي تتعرف هذه الوداديات؟ انت عندك تجربه دابا منخرط في هذه الوداديه وتتسمع يعني الاراء تاع الناس المنخرط. شنو اهم المشاكل اللي مخلي الملفات تاع الوداديات ينفجروا مره؟ طبعا حنا مثلا عموش كاينين وداديات اللي نجحوا كذا وكاينين وداديات اللي تيعرفوا المشاكل، ولكن بالنسبه للوداديات اللي تيعرفوا المشاكل علاش طاحوا في هذا الفخ هذا؟ لحقاش الوداديات اللي عارفين المشاكل المكاتب ديالها ما كتكون عندها سوء التسيير. لو انه المكتب ديال الوداديه المنخرطين راه كلهم كيخلصوا الواجبات ديالهم وجدوا لهم الشقق ديالهم وسلموهم لهم ما غاديش نطيحوا في هذه المشاكل. على المنخرط كيقلب على المشاكل. بالعكس المنخرط ما دابيه توجد له الشقه ديالو والمكتب ديال الوداديه التزم معاه بداك الشيء اللي كان في عقد الانخراط والامور غتبقى مزيانه. المنخرط يؤدي الواجبات ديالو الشهريه ولا كاين واحد التراخي كاين اللي تيعطيك دفعه وتيمشي؟ لا مثلا انا كنعطيك المثال بواحد الحاجه اللي انا عايشها ومتحقق منها هي البرلمان الاندلسيه كلشي مخلص. التسيير هي اللي كتؤدي لهاد الاضطرابات وهاد الوقفات الاحتجاجيه ودابا بغينا نخرجوا من هذا المشكل في رايك انت شنو هو؟ اذا بغينا نخرجوا من هذا المشكل خاص السلطات تحسن في الامر. تعيط للمكاتب ديال الوداديات الوداديات اللي فيهم مشاكل تعيط لهم وتجلسهم اطابل مع المنخرطين. احنا المنخرطين ماذا بهم المشاكل تحل ماشي انهم كيسعوا انهم يدفعوا بالمكتب ديال الوداديه يمشي للحبس ولا والمشروع يتعثر. لا دابا هذا الشيء احنا والهدف هو خرج المشروع الوجود. دابا هذه الفكره هذه راه جلسناها مع الكاتب العام ديال العمل ديال بن سليمان وطرحها لنا قال لنا غادي نعيطوا لذاك المكتب ديال الوداديه بوحدو وغنذكروا معاه وانتم احنا تذكرنا معكم وغندير لكم لقاء باش نشوفوا اقل ضرر كيفاش نخرجوا من هذه الورطه. ما داروهاش علاش؟ ربما عيطوا لهم ربما واخا عيطوا لهم راه السلطه المحليه ولا السلطه الاقليميه خاصها تحل المشكل اللي عندها في الاقليم ديالها. واش ما فهمتش انا علاش هادشي اللي خصنا باش نخرجوا من هذا المازق؟ خاص السلطه المحليه تحمل مسؤوليتها تعيط للاطراف المتنازعه وتشوف فين كاين المخرج باش نخرجوا من هذا الشيء وتحل المشاكل. علاش حنايا نعطيو حنايا فرصه الناس يبقاو يشوهوا السمعه ديال البلاد خارج الوطن؟ لا ولكن هذوك هما في الداخل ديالهم ما راضيينش على هذا الشيء. ولكن شكون اللي دافعهم؟ دافعهم المكاتب ديال الوداديات هما اللي دافعينهم لهذا الشيء. الاحتجاج على تتهضر على الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت في باريس ديال 22 كانت في هذاك ولا فتات وراه كما تشوف في المواقع الاجتماعيه السيده واستقبلهم السفير تما كاين ولا ما استقبلهمش وهي كانت بتزامن مع واحد الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت هنا في الدار البيضاء. خمس المنخرطين هذوك المنخرطين ديال الدار شحال قربت على المنخرطين انتم؟ 912 بيرلا اندلسيه بوحدها فيها 912 ولكن اذا جيت نقول لك هذه المشاريع ديال هذه الوداديه كلها هذه الوداديه في المسيك 1756 منخرط في المجموع عده مشاريع عندها ولكن ما خرجتهاش لحيز الوجود. واش بغينا احنا بهذا الصداع؟ سميتو انتوما هما راه كيزلق لهم بعض الاخرين يقول لك حنا جينا بغينا نربحوا وربحوا في ربحوا في اطار القانون. حنا ما كنقول لكم شيء لكل كل واحد عنده الاجر ديالو كعامل عنده اجر إيه. ولكن هذا العمل ديال الوداديات راه عمل مجاني ماشي وراه ماشي واش انت
في الوداديه ولا منعش عقاري؟ ولا انت غادي تكون منعش عقاري ولا بس الثوني ديال الوداديات؟ لا، اعطي للناس الشقق ديالهم وحل المشاكل، وما بغيناش الصداع حنايا. ودابا راه تماك في المنصوريه داك بيش تقريبا كل 15 يوم كيديروا وقفه احتجاجيه تماك على المشروع ديالهم، وكيشغلوا معاهم لي جوندارم القوات المساعده والقايد وهذا، مالنا على هذا الشيء؟ وحنا ما فهمت انا على السلطه المحليه تماك ولا السلطه الاقليميه ما حسمتش في هذا الامر هذا. سي فهمي، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله من برنامج كازا سيتي.